والمتعة. إذا ننتقل مباشرة إلى ملفنا الصباحي لنا اليوم اللي راح يكون حول يعني أهم أقول صفات الشخصية الضعيفة، كيفاش نتعرفوا على هذا يعني هذا الشخص أنه هذا الشخص ضعيف. الشخصية بمجموعة نقولوا حنايا من العلامات أو المظاهر، هذا بحضور دائما الأخصائية في التنمية البشرية حكيمة مقرني. نرحبوا بك، صباح الخير حكيمة. صباح النور. صباح النور لكل المشاهدين. الله يسلمك. إذا اليوم حبينا نطرقوا لهذا الموضوع ونعرفوا أنه في كثير من الأشخاص اللي يتمتعوا بهذه الصفة يعني ضعفاء الشخصية، لكن ربما هم حابين يتخلصوا من هذه الصفة، لكن ما يعني نقولوا احنا ما عرفوش كيفاش يتخلصوا منها. احنا حبينا اليوم نطرقوا لها، حتى تقدمينا مجموعة من النصائح وهكذا يعني نعاونوا كل شخص ليه أقول ضعيف الشخصية أنه يستفاد من ملفنا الصباحي لنها اليوم. بداية خلينا نتعرفوا على ما معنى هذا الشخص أنه ضعيف الشخصية، ما معنى ضعيف الشخصية؟ نعم، الحقيقة أول شيء يعني مشكورين على الموضوع المميز جدا واللي للأسف شديد يعني نلقاوه منتشر بكثرة، والكثير من الأشخاص ماذا بهم يتجاوزوا هذا الصفة هذه، ولكن للأسف الشديد ما عندهمش المهارات اللازمة باش يتحولوا من ضعفاء الشخصية إلى أشخاص ذو شخصية قوية. أولا نعرفوا ضعف الشخصية. ضعف الشخصية هو النقص الكائن بين الشخصية وبين ما هو مطلوب منها تأديته، أو هو الفرق ما بين ما هو كائن وما يجب أن يكون. هذا يعني تعريف يعني شامل لضعف الشخصية. اوكي، وبالنسبه يعني هذا بالنسبه لي نقولوا احنا تعريف اقول الاشخاص ذوي او اللي عندهم شخصيه ضعيفه، لكن كيفاش نتعرفوا انه هذا الشخص ضعيف الشخصيه من الشخص ذو يعني شخصيه قويه؟ نعم، يعني بطريقه اخرى نقدروا نقولوا ما هي سمات الشخص ضعيف الشخصيه او صفاته. نعم، صفاته. أوكي. أول شيء نلقاو يعني الميزة اللي تميزه أساسا هي التردد وعدم القدرة على اتخاذ القرار. هذه أول ميزة تميز شخص ضعيف الشخصية. اثنين، عندنا عدم القدرة على قول كلمة لا، لما يعني لما نتحطوا في موقف وين لازم نقول لا ما نقدرش نقول لا، وإنما نكلف نفسي ما لا تطيق ونقوم ببعض الأمور اللي ما راهيش مطلوبة مني. أوكي. ثالثا الانصياع، يعني يجي اي شخص ممكن انه يمشيني كما يحب، علاه؟ لاني ما عنديش القدره على المواجهه، وهو نقطه يعني من النقاط الاساسيه من السمات الاساسيه لضعيف الشخصيه، عدم القدره على المواجهه. عندي الانفعال والعصبيه الزائده، وهي طريقه لضعيف الشخصيه ممكن نقولوا يغطي ضعف الشخصية تاعو عن طريق الانفعال، عن طريق العصبية، عن طريق الصراخ. عدم القدرة على الدفاع عن النفس، وعندي كذلك الخجل الزائد والتناقض. يعني الشخص ضعيف الشخصية نلقاوه متناقض في الأفكار تاعو، متناقض في قراراته، متناقض في حياته بصفة عامة. صح، يعني ومن بين يعني نقولوا احنا الصفات اللي ذكرتيها الخجل، ونعرفوا انه الخجل هي صفة يعني جميلة في اي شخص لما تكون في المعقول، لكن نعم. نقولوا احنا الخجل الزائد ربما هذا من بين اقول صفات يعني اللي يكون متميز بضعف الشخصية. احنا حبينا يعني بالنسبة للخجل كيفاش انه الشخص يعني يكون ما تكونش عنده هذه الصفة زايدة، يعني الخجل أقول الزائد، الخجل السلبي. يعني قلنا يعني صحيح أنه نقدر نقوله أنه الحياء هو الصفة المطلوبة، وهو الصفة الجميلة في الشخص بصفة عامة. يعني صح، مهما كان رجل ولا امرأة، يعني لما تكون عنده صفة الحياء يكون يعني كما نقوله هذه الصفة تكمل الإنسان. ولكن الخجل هو أنه الإنسان يعني كما نقولوا باللغه العاميه يحشم في موقف ما لازمش يحشم فيه. حنا كاين بعض المواقف نعم عادي نقدروا انه نجوزوها ما عندناش فيها اشكال، ولكن لما يتطلب الامر اني نتوقف وندير خط ونحاول اني هذا الخجل الزائد هذا نتخلص منه. بعدين لما يعني لما نلحقوا الطرق يعني باش نقويوا شخصيه راح نتحدثوا على هذا الامر، ولكن يعني في بدايه لازم نتعرفوا كيفاش وشنو هو مصنع الشخصيه، وشنو هي مصانع كيف تصنع الشخصيه، ولا كيف يصنع ضعف الشخصيه.
يعني هما نفس المصانع، كيفاش نصنعوا الشخصيه، نصنعوا ضعف الشخصيه. اول شيء عندنا احنا يعني لما الانسان يولد الله عز وجل يولد يعني يولد ببعض البرامج العقليه يعني اللي الانسان يمشي بهم في الحياه تاعو. من بين البرامج العقليه عندنا يعني مرجعية الشخص في اتخاذ القرارات، عندنا المرجعية الداخلية وعندنا المرجعية الخارجية. المرجعية الداخلية هو الإنسان أنه يتخذ قراراته من داخله من نفسه، ما يستناش العالم الخارجي يعني يدعمه ويساعده في اتخاذ القرار. المرجعية الخارجية هي العكس تماما، هي أنه الإنسان ما يقدرش يتخذ القرارات تاعه، وإنما يرجع دائما للخارج، يعني الشخص الآخر الطرف الآخر يأثر دائما على اتخاذ القرارات تاعو. احنا هنا قلنا هي برامج يولد الإنسان بها. وقتاش هذا البرامج تأثر لي في شخصية الإنسان؟ يعني كما نقولوا لما نروحوا من الإكستخام للإكستخام، إذا كان الإنسان عنده مرجعية داخلية يعني بحتة، هنا الإنسان راح يولي إنسان ديكتاتوري. الإنسان الديكتاتوري في أغلب الأحيان هو إنسان ضعيف الشخصية، يعني يتخبى وراء الديكتاتورية. لما الإنسان تكون عنده مرجعية خارجية 100%، هنايا يعني مستحيل أنه هذا الإنسان يتخذ قراره. و يعني زيدوا فوق هذا الشيء أنه هذا الإنسان هذا راح يرجع لشخص واثنين وثلاثة وربعة من أجل اتخاذ القرار، ولو كانت قرارات مختلفة ما راحش يقدر يتخذ القرار. هنا راح يولي إنسان ضعيف أو عديم الشخصية. ولهذا احنا نقولوا أنه السر في التوازن، فأنه الإنسان يوازن ما بين المرجعية الداخلية وما بين المرجعية الخارجية تاعه. ولكن هذا لما يكون الإنسان واعي، يعني الحق لسن معينة، الحق لوعي معين، نعرفه أن الإنسان يقدر يتخذ قراراته بنفسه. لكن يعني أهم شيء يعني نشوفه أنه الشخصية تبنى في الصغر. صح، سواء يعني هذه صح نقطة مهمة، يعني نقدر نقول أنه الشخصية تتكون في مرحلة الطفولة، يعني تشوفي أنه الأولياء لهم دور ولهم يعني نقول من بين الأسباب اللي تخلي الشخص أو الطفل لما يكبر أنه يكون عنده ضعف الشخصية. نعم. أوكي. للأسف شديد، للأسف شديد أنه الأولياء، المدرسة، المجتمع هي اللي راهي تبرمج لنا اليوم أطفال ضعاف الشخصية. احنا نعرفوا انه شخصية الانسان تبنى من سن سنتين الى 7 سنوات، هي اهم مرحلة في حياة الانسان، واللي بعدها يعني خلاص زرعنا، بعدها راح نقوم بعملية الحصد. والاولياء نقدر نقولوا بوعي ولا بغير وعي منهم هذا الفترة هذه ما يعطولهاش الأهمية اللازمة. بوغو الطفل ياكل ويشرب ويروح للمسيد ويلعب و و و وهنا تحبس. لكن احنا نقولوا انه هي هذه الفتره هذه هي فتره الامتصاص. الطفل راح يمتص كل شيء من الاولياء اولا، من المدرس داخل المدرسه، ومن المجتمع يعني المحيط به. هي فتره تكون المعتقدات والقيم، وفتره تكون السلوك. هنا اذا الاولياء قاموا ببرمجه خاطئه للاطفال الصغار، هنا راح ينتج عليها اطفال ضعاف الشخصيه. لو كان مثلا طفل عنده مرجعيه خارجيه، وكان الاولياء في كل مره يعني ما يدعموش اتخاذ القرار عند هذا الطفل، هنا واش راح يصرى؟ راح الطفل يكون تابع في البدايه، راح يكون تابع للاولياء تاعو، للام والاب تاعو. احنا كاولياء راح يعجبنا هذا الشيء، انه وليدي مستحيل يتحرك بلا ما يجي لعندي، مستحيل يتحرك بلا ما يشاورني، يعني اي حركه يقوم بها وليدي راح يرجع ليا. احنا كاولياء نشوفوا صح حاجه مليحه لانه وليدي ياخذ لي الراي، ولكن اسك هذا الشيء هذا راح ينفع لي الطفل فيما بعد. هنا انا كأم ولا كاب ولا كاستاذ، هنا نحاول انه هذا الطفل هذا نخليه هو يتخذ قراراته بنفسه. صح، هنا نحاول قدر الامكان اني نخلي هذا الطفل مثلا يشارك في مسرحيات. المسرح يعني مهم جدا، لانه نعرفوا انه الشخص ضعيف الشخصيه ما عندوش القدره على مواجهه شخص واحد، فما بالك ب يعني لازم جمهور، لازم يكون هناك احتكاك بينه وبين يعني مجموعه اخرى. وكذلك نعم، حتى الرياضه لها يعني لها مفيده يعني في هذا. نعم، يعني في تكوين شخصيه، في تكوين شخصيه الطفل، خصوصا لما الطفل نشوفه انه ضعيف الشخصيه، مهم اني نحطه في رياضات جماعيه، ماشي رياضات فرديه، ماشي رياضات فرديه، ونلقنوا بعض المهارات
مهارات، بعض الامور اللي ممكن انه يتغلب بها على الـ على الـ على ضعف الشخصية. ولكن نقولوا انه مهم جدا، مهم جدا انه الاولياء يكونوا واعيين بهذا المرحلة هذه، يعني مرحلة الطفولة، يعني هذه بالنسبة أقول للطفل يعني وتكوين شخصيته حتى ما تكونش هناك عنده ضعف في الشخصية نتاعو. وكذلك نعم. يعني كثير من الزوجات اللي يعاني وأقول من الأزواج نتاعهم اللي عندهم نقولوا كذلك شخصية ضعيفة، كيفاش تتعامل الزوجة مع الشخص ذو شخصية ضعيفة؟ نعم، هنا لما نتحدثوا على الزوج ضعيف الشخصية نلقاو أنه في غالب الأحيان زوج ضعيف الشخصية يقابله زوجة قوية الشخصية، ولا خلينا نقوله ممكن زوجة متسلطة شوية. ولهذا احنا نقوله للزوجة مهمتك ماشي أنك تلعبي دور الزوج، ولكن مهمتك أنك تكوني مكملة لهذا الزوج. إذا شفتي مثلا الزوج تاعك عنده نقص معين في جهة معينة، أنه لما الإنسان يلحق سن معين ما نقدروش أنه نقوله ضعيف الشخصية في كل المجالات. ممكن لما يكون يتربى طفل صغير ممكن، ولكن الشخص يعني أجلت مستحيل أنه يكون ضعيف شخصية في كل المجالات. ولهذا نقول للزوجة اكتشفي مكان من النقص في الزوج تاعك وحاولي أنك تدعميها بلا ما تبيني لزوجك هذا بلي راك تقري فيه ولا راك توري له ولا راك توجهيه، ولا لأنه احنا نقول نحن لا نمتلك حق التغيير ولكن نحن نملك حق التأثير في الآخر. يعني نحاول أني بعض التصرفات البسيطة، بعض السلوكيات البسيطة، نحاول أني نلحق لو ميساج لهذا الزوج تاعي أنه هذا الأمر هذا يحتاج إلى تعديل، يحتاج إلى بعض المهارات وبعض الممارسات الجديدة، ولكن لا لتسلط الزوجة على الزوج. على الزوج. نعم. إذن هذه بالنسبة لي يعني كيف تكون معاملة الزوجة للزوج ذو شخصية ضعيفة. أما بالنسبة يعني نقوله في الأخير ونقطة مهمة، كيفاش نتعاملوا مع هذه الأشخاص يعني ضعفاء الشخصية، وكيفاش حتى الشخص نفسه هذا يعني الشخص ضعيف الشخصية كيفاش يتخلص من هذه الصفة؟ نعم، هي أهم شيء أن الإنسان لما يحب يتخلص من هذه الصفة هذه ما يستناش كما قلنا المرجعية الخارجية، ما يستناش أنه الآخر هو اللي أثر فيه، وإنما التخلص من هذا الشخص من هذا الأمر هذا يكون ذاتي، يعني التغيير ينبع من الداخل. أول شيء على الإنسان أنه الحمد لله اليوم المعلومة متوفرة، كما نقولوا غير اللي ما حبش يقرا، غير اللي ما حبش يتعلم، ممكن يدخل في اليوتيوب يكتب فقط يعني الشخصيه ولا ثقه بالنفس، ولا راح يخرج له مجموعه من الفيديوهات. والامر المليح انه هذا الفيديوهات فيها بعض الطرق العمليه يعني اللي يقوم بها الانسان اللي تغير من الشخصيه تاعه. عندنا المطالعه خصوصا في مجال التنميه الذاتيه. هنا هذا الامر هذا مستحيل انه الانسان بعد ما يقرا كتاب يقعد بنفس الشخصية، هذه دراسات علمية، يعني دراسات نفسية دارت على أشخاص كيفاش يكونوا قبل ما يقرأ كتاب وبعد ما يقرأ كتاب. هنا هذا الأمر هذا راح يغير لي الشخص تماما. ممارسة الرياضة، وكذلك أنه الإنسان يحاول أنه يختلط بالناس الإيجابيين، الناس اللي عندهم ثقة بالنفس. نعرفوا أنه هذه الأمور كلها عبارة عن نقولوا إنرجي، عبارة عن طاقة، والطاقة تنتقل من شخص إلى آخر. إذا هذه بالنسبة لمجموعة من النصائح اللي قدمتم لنا أكيد الأخصائية في التنمية البشرية حكيمة مقراني، شكرا لك، نورتينا بالحضور نتاعك. الله يسلمك، أهلا. شكرا حكيمة. أما الآن مشاهدينا يلا بقوا في المتابعة، كذلك بقوا على تواصل مع